السلام عليكم. عليكم السلام. سلامتكم وانتم بألو خير ان شاء الله. الله يامي. امين اجمعين يا رب. 24 شيء تتمنين وين يا رب يصير؟ يعني اكيد احنا اول شيء نتمناه هو الامن والامان يا عم البلاد وجميع الناس يا ربي، والله يحفظهم ويرحم شهدائنا شهداء غزه ايضا. أيوة. الله الحمد لله وجميع البلاد جميع المسلمين يا رب. زين. شيء خلصتي منه بال 23؟ يعني الانسان كل سنه يتعلم شيء جديد تعلمتي من 23؟ ينهي مرحله ويبدي مرحله ثانيه اكيد، يعني هو ان شاء الله اتعلم. خلصتي منه حد بال 23؟ لا الحمد لله كل اللي بحياتي ناس طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. البنت عندما تبدي تنضج وتكبر طموحاتها شنو تكون؟ والله صراحة هي يعني بعدها هاي البنت اللي تحب الرجل اللي يجيها على فرس وكذا. لا لا انت جيت هنا للشخص الغلط بهذا الموضوع. لان هو هنا يعني كل بنية بهذا الوقت لازم الشيء اللي تتمناه هو انه تكمل تعليمها، تحصل شهادة، تعمل بمجالها، تبني نفسها، وبعدها ان شاء الله يجيها ابن الحلال اللي يسعدها يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. تعملين في مجال معين؟ انا مدرسة لغات. لغة تركي. اي لغة؟ تركي. كردي. تركي. تركي جيد. لا تقول لي كلمة بالتركي. ها؟ لا تقول لي قولي كلمة بالتركي. ليه؟ مدرسة. اي مدرسة. ما تقولين كلمة بالتركي؟ لا بس على الانستغرام اقول لهم يعني. بس يعني ما نقول ايش جونايدن بس مو بيك. هاي جونايدن ديم يور شمدي. دي اكشن لارد يورز. الله يحفظك ان شاء الله. واللغة التركية مريودة صارت هسه. والله يعني ايه انا عندي هواي طلاب واكثر شيء اللي يحبون يكملون دراستهم اللي عندهم تجارة خاصة بهم هناك فاكيد يجون حتى يتعلمون يقدرون يتعايشون مع البلد هناك. اكو مجال لكم بالعمل عدا التدريس كلغة تركية؟ كلغة تركية صراحة هي مجالها محدود نقول ممكن بس بتركيا. لكن أنا بالأصل مدرسة أنا خريجة آداب إنجليزي بس أدرس تركي. نقول لغتي مدمجة معها. أياه ما حبيت الإنجليزي؟ والله لا تركي. 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 يعني أنت من تروحين تركيا ما تعبين؟ لا لا ما أتعب. ما أتعب. لا أصدقائي كل ما تراك من عادة ما أتعب. شيء من العادات العراقية تحبيها تقولين إيش ما سافر ما ألقى أغلبها؟ اللمة الحلوة اللي ويا الأهل العصر والقعدة. اجتماعية. بالضبط ولو هسه يعني الناس كلها مشغولة بدوامها فشوية قلت هاي الأشياء هذا الوقت. احنا نقول لك كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. ونتمنى لك الموافقية ب 24. شكرا جزيلا آمين وإن شاء الله تصيرين شو نقول لك مديرة المركز تشتغلين به مالكة أكبر مركز ترجمة في العراق. أوكي هي كل زين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أشكركم ممنون. 100%.